توالت علينا اليوم. ايه المهم اللي بعيب وخاطري سامح وطايب، ما بقى عندي من اصناف الطموح الا القناعه. ادري ان الاقوياء ما خلقوا ولا للنوايب، مري مظلوم زماني بدل القوه بطاعه، لعبره في كليبه اللي دفن يما الذنايب. الله الله ما قدر يشرب ما عاد مسخه ابن عمه وباعه، للطحين عهنك المنفوش يا غر السحايب. وعوضيني عن كواليس الوطاب الارتفاع، وسعي حريتي ما وسعي حريتي ما مخطي وصايب. الفضا ما يعترف بكثره غلب الشجاعه، الفضا ما يعترف بكثره غلب الشجاعه. بيض الله وجهك. نواف ايش تبي نواف؟ قول وين؟ يا ابو علي تبي يطبخ لك يعني ولا لا؟ يبدو ان خلصنا، ما ادري ايش السؤال الحين. كيف يعني تبي يعلمك يعني ايش تسوي؟ اي وين كتابتك؟ ها؟ وين الكتاب اللي كتبته مع ابو علي؟ انا هنا خلصت. اشتغل طبعا علمك انت اشتغل. الله بالضبط. شوف الشيخ. انت شوف رحمة الشيخ. بس انا اتوقع انه بيدخلك جدار. انا ادري. لا تاخذ منه اي نصيحة. لان حتى هو اصلا مو بنافع خويه، فما بالك تبي ينفعك؟ لا والله ما اي نافعك وانا اشوفك ما تشتغل لحالك. يا اخي اصدق مع ربك يا عبد الله. والله انه هو اللي قطع.